أشير إذن إلى هذا الخبر العاجل كما تتابعونه معنا الآن، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة برنارد إيميه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقد أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن اللقاء تناول استعراض التعاون الثنائية والأمنية والعسكرية بين مصر وفرنسا وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية خاصة مكافحة الإرهاب. أكد الرئيس السيسي أن استعادة أركان الدول التي تعاني من أزمات يقوض خطر الإرهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة، فيما قال رئيس المخابرات الفرنسي أن الخط الأحمر المعلن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ليبيا نجح في دفع المسار السياسي لتسوية القضية. نجدد إشارتنا إذن مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل الذي كنا قد نقلناه لحضراتكم قبل لحظات، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برنارد إيميه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بالمسؤول الفرنسي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع فرنسا في مختلف المجالات. من جانبه نقل رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، مؤكدا الحرص الفرنسي على التنسيق المستمر مع مصر إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بالمنطقة، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط وشرقي المتوسط والقارة الإفريقية، وذلك من منطلق دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره وجهود الرئيس السيسي الفعالة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. أضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي على المستوى الأمني والعسكري، كما جرى تبادل وجهات النظر واستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية في إطار التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، خاصة ما يتعلق بمكافحة انتشار خطر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة
على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية عامل التنسيق المنتظم في هذا الصدد لتطوير جهود مكافحة الفكر الأيديولوجي المتطرف والعنف والإرهاب ولتعظيم الضغوط على التنظيمات والجماعات الإرهابية. وقد شدد الرئيس على أن استعادة مؤسسات وأركان الدول التي تعاني من أزمات من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار في سائر المنطقة كافة وتقويض الأخطار المحيطة به. كما اطلع رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية على رؤية الرئيس السيسي تجاه المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية شرقي المتوسط وكذا الأوضاع في ليبيا. وقد أشاد المسؤول الفرنسي بالتأثير الإيجابي الكبير للخطوط المعلنة من قبل الرئيس السيسي تجاه الوضع الميداني في الشرق الليبي، الأمر الذي دعم مسار المفاوضات السياسية سعيا للحل الشامل للقضية.